احلى واجمل تحيه صباحيه كنتمناوها لكل مستمعات لاله مولاتي فين ما كنتم من داخل وخارج المغرب. كنتمنوا لكم صباح مبروك برفقتنا دائما من خلال فقرات برنامج لاله مولاتي، برنامج المراه بامتياز. اليوم من خلال فقرتنا في شهوات لاله مولاتي غادي تشارك معنا المستمعه سكينه ام هبه، وغادي نتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي توجد لنا ان شاء الله. كذلك غادي نمشيو نتعرفوا على الفائزه معنا اليوم في المسابقه، وغادي نقدم لكم جوج ديال الاقتراحات، بانكيك بسميده ورقيقه ما عطيتوش البارح غادي نقدمو اليوم، وكذلك لي كريب شوكولات. وككل يوم خميس فكتحضر معنا الدكتوره صابرين الشيوي، طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري واخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه. غادي نتكلموا اليوم على السمنه عند الاطفال، يعني زياده في الوزن عند الوليدات. غادي نتكلموا على شنو هما الاسباب اللي كيعطيو هاد الزياده اللي كيعطيو هاد السمنه. غادي نعرفوا كذلك شنو هما الامراض اللي ممكن تجينا وراء السمنه عند الاطفال، وغادي نركزوا على الاغذيه المسموح بها اللي كتزيدش في الوزن، بالعكس كتعطي قيمه غذائيه بالنسبه للاطفال وصحه الاطفال. وغادي نتكلموا على شنو هما المواد الغذائيه الممنوعه اللي خاص الوليدات يتفادوها تفاديا للزياده في الوزن. ويمكن لكم انكم تواصلوا مع الدكتوره على 0522 88 00 61 61 62. غادي نمشيو مباشره لاولى فقرتنا شهيوات لاله مولاتي مع المستمعه سكينه ام هبه، ونتعرفوا جميع على الشهيوات اللي غادي توجدنا اليوم. صباح الخير سكينه. لا بس عليك، كيف صحتي؟ كلشي مزيان؟ الامور بخير؟ بارك الله فيك يا حبيبي، الله يبارك فيك، صباح مبروك. بارك الله فيك، مرحبا بك، مرحبا بك. شكرا اختي سناء، بارك الله. مرحبا، اقتراحات كثير بعثتي لي بها والله يعطيك الصحه تبارك الله عليك، واختارينا البعض منها ان شاء الله. شكرا لك، كنستافدوا منكم على الحمد لله، بارك الله فيك، شكرا. الاقتراح الاول عندي سلطه طبقات. اييه واخا. والثاني عندنا قريشات بلديين، كاك بلدي الطريقه سهله ديالو كيجي زوين. وعندنا حرشه باليوغون والكوك. اييه. وعندنا واحد الطورطه كتمشي على شكل بحال كيكه هكا من المشا، كيقول لها كيكه حكاكه ولا كيكه مشا. اييه واخا. اييه يلا نبداو على بركه الله. اييه تفضلي. المهم بالنسبه للصلاده غادي عندنا صلاده طبقات بالبطاطا والروز، غادي نعطيكم مقادير بعدا. اول حاجه كنوجدو البطاطا ديالنا، نكونوا فرقينا بالقشور ديالها. قياشي ثلاث بطاطات كبار هكاك. اييه. كنزولو المقشره وكنمعكوهم. اول حاجه اختي كنعطيك مايونيز، غادي نشرح في الصلاده. واخا تفضلي، لك الاختيار، شوفي كيف ما ارتحيتي. لا نعطي المايونيز باش نخلط الصلاده بالمايونيز. بالنسبه للمايونيز هذا بلا بيض كيجي زوين وكيبقى في الثلاجه وكيفسد ما حتى شي حاجه. بالنسبه للمايونيز في ثلاثه المعالق ديال الجبن المثلث. ايه. ملعقه كبيره ونص ديال الخردل. وواحد كاس الحليب سائل صغير. غادي ناخذ داك الجبن المثلث مع ملعقه ونص ديال الخردل مطرد. ايه. غادي غادي نطلعوه مزيان في مولينكس. ايه. عندنا داك ميكس بلانجون. ايه. شي كاس هاكونت حنا عندنا مولينكس نخدمو بها. نخدمو بها واخا. غادي نبقى نشدو الزيت كنكبو شويه بشويه وحنا كنطردو، غير بشويه بشويه وحنا كنطردو. ايه. كيبان لنا داك الخلاط بدا كيعقد، ملي كيعقد صافي ديك الساعه كنزيدو شويه الخل، شويه الملح، شويه الزعتر. اللي بغا يدير شي تنسيمات كالزعتر ولا الازير، اللي بغا يدير الثومه غبره ولا الكزبره يابس ليه اختيار، انا كنستفاد غير ملح وبصل. ايه. دابا عندنا البطاطا اللي قلنا ثلاثة البيضات، ثلاثة تساع عفوا، ثلاثة تساع البطاطات. كيكونوا مسلوقين بالقشرة ديالهم، كنحيدوا لهم القشرة وكنمعكوهم مزيان، كناخذوا واحد المعلقة ديال المونطارد ومعلقة ديال المايونيز. ايه. وشوية الملح شوية البزار، نتأكدوا بأن المايونيز مالح، كندير غير شوية الملح شوية البزار، واحد ثلاثة الفرماجات مثلثين. واللي بغا يدير مربى يدير. ها هو هذا هنا القطا وجدناها، غادي ناخذوا الرز هو غادي نسلقوه. اللي غادي نسلقوه غادي نديرو معاه تاهو شويه بطاطا مقطعه مربعات مسلوقه، شويه خيزو تاهو مربعات مسلوق، وغادي نديرو بينا نديرو شويه جلبانه لعدة اللوبيا هكا طريفه في الشعطيان. نديرو مقياس واحد. اييه. اييه. وغادي ندير واحد نص حك ديال الطون بالزيت. وغادي ندير المايونيز، ندير شويه الملح والزكر، وغادي نلونجي هاد الخضره اللي مع الروز، وحتى المايات اللي بغا يديرها الدرا مع البيت هي يديرها. اييه. هاي دابا علو عندنا البطاطا ولات عندنا الخضره اللي غادي نحشيو، غادي نشد دابا شي اطار داير ولا قلب الشكل اللي بغينا حنايا. انا اللي وريتك هو داير، ديك الساعه اللي بغيتي اللي عندك ما عندكش تقدر تبانسي اي حاجه عندك دير طالب زعما ماشي تاكل باش ما كانت خدمي. غادي ناخذ ديك الطاطا ديالي غادي نقسمها على جوج. غادي ناخذ النص ديالها غادي نسرحو هكا بمعلقه مزيان، بعد ما نكون حطيت الموس الطبسيل كنسرحو بالمعلقه مزيان. والاول وناخذ ديك الخضره ديالي وكنديرها الوسط.
اللي تيخلطها مع المايونيز وهادشي اللي قلت لك كنديرها الوسط وكنعاود ثاني نشد ديك الطاطا اخرى وكنديرها الفوق وكنلفها مزيان بحال شي طرطه بحال كندير شي طرطه صافي ملي كنكملها كناخذ من ديك المايونيز اللي طلعت اللي ما درت فيه حتى شي حاجه بوحدو هذاك اللي طلعت في الاول كندهن بها من الفوق يمكن لك تزيني بشي فورشيط ولا شي حاجه انا كيما واضح عندك وصلت لك انا زينت بالخيار وقطع ديال الفرماج مع القطع ديال الكيتشوب وديك الساعه ديال الخيار كله زين باش بغا كياخذ بغا يزين بها من الفوق زين صافي كتقطعها كتحب شي طارت هكايا كتقطع وكتقدم الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك وكيف قلتي يعني هذه فكرة وبالنسبة للتزيين على حسب الموجود هي وكتجي فعلا دير غير كتشوف هكا على شكل رخامي بحال شكل ميكساي اي ولا الفرماج الساندويتش هي كيتقطع وريدات يعني اشكال كثيرة الكاشير كذلك واخا يعطيك الصحة على حسب الاختيار بارك الله فيك اختي سنة دابا غادي نطرقوا ان شاء الله لقيشلات بلديين ايه عندنا فيهم جوج بيضات جوج فاني ديال الزهر اللي ما عندهاش ديك فاني ديال الزهر دير جوج قطرات ولا ثلاثة ديال ريحة الزهر واحد الاخرى هكا تكون مجهدة كتعوض ديري فاني العادي وديري قطرة الزهر جوج خمارات ديال الحلوة ربعة المعالق ديال الجيجنان ملعقة النافع يا مطحون يا عادي اختياري وغادي نزيدو على واحد كاس ديال اتاي تاع الزيت وكاس سنيدة المهم غادي نجمعوا البيض مع السنيدة مع داك الزجلان كلشي هاد المقادير اللي عطيتك كتجمع كلها وكنطبق هي وزاد المهم ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش يعني كتقاصحه بزاف ملي غنبدا نقرص فيها غادي تبقى تشقق وما تجيني زوينه فعلا وما تكونش جاريه المهم العجينه عادي بحال عجينه الصابلي بحال عجينه الحلوه صافي كناخذ واحد البلاستيك وكندير على ديك العجينه ونعاود بلاستيك اخرى فوق منها وكنضرب المدلك على كاين اللي يكون شغلي بزاف ما يكونش رقيق بزاف هذه المقطع اللي عندها قطع بحال هذيك الورده اللي درت لك ديال البلاستيك تكون وحده في وحده تقطع بها وتقطع بالواسط شي قطع شي غلاقه ديال شي حاجه ولا عندها غير غلاقه ديال العثمان هي باش تقاس من الوسط اللي ما عندهاش دير غير شي تبصيل هكا شي كاس وتسقط من الوسط شي غلاقه ديال شي حاجه وديرها شكل دائري في دائري انا درت ورده باش تقطع في الوسط هنايا صافي قطعناها غادي ناخذ الصفار بيضه مع قطرات الخل باش نحيدو من هذيك الزنخه ديال البيض وكندهنوها من الفوق داك القريشلات ديالنا وكنرشو حتى كنحطها في اللاطات كندهنوها ونرشو ججلان من الفوق صافي كنديروها طيب ديالنا في الفران ملي كطيب كتبان صافي شطيت راسها باش كيدخل تحمر من تحت كنهبط لتحت تحمر وتحاور راحها كيجيو زوينين فعلا هاد القريشلات بلديين الصراحه كيجيو زوينين رائعين هذا ساهل هذه الخدمه هذا ما كاين لا لوين لا الماكينه حتى شي حاجه ساهل كيبقاو مقرمشين على فكره كيبقاو مقرمشين اكثر من شهر يعني اذا تشوف واحد البلاطه حكمتي عليهم اغلاق يعني كيبقاو مقرمشين والصراحه يعني يتوجدوا ويبقاو على مدار السنه يعني دائما هكا صايب بنتي من البلاطه كينفعوا مزيان لا كينفعوا صح الفكره هكا شي حاجه ديال الفلوس دابا غادي نطرق ان شاء الله الحرشه ديال اليوغور والكوك عندنا جوج ديال البيضات رشة ديال الملح كاس ديال الزيت مع كاس ديال السنيده مع عمر اللي بغى الحلاوه يدير كاس عامر دائما مع بعض كاس اتاي عادي كاس ديال الزيت كاس تاع الكوك نوع جيد يعني ماشي داك الكوك يكون شويه قديم خص الكوك يكون جديد باش يكون فيه نسمه يكون باقي في داك الزيت ديالو ولا نديرو واحد اليوغور بنكهه حامض ولا فاني الاختيار ولا نديروه مسوس على حسب الاختيار اللي متوفر عندنا المهم فيه اليوغور وواحد الفاني وجوج خمارات ديال الحلوه وغادي نديرو ثلاثه كؤوس ديال السميدات الحلوه واخا تبان راه مخوفه راه كنخليها واحد جوج دقائق كنخليها واحد جوج دقائق صافي كتشرب هي السر ديال الحرشه باش كتجي مشقه كيما رسلت لك شتيها خاصك تكون شويه مطلوقه باش ملي كتديرها في اللاطه كتشقق الا كانت العجينه ديالها شرقه بزاف ما كتشققش كدير غير واحد الشقه الوسط صافي مش كامله غير انا اضافه اللي درتها لهاد الحريشه اليوغورت درت لي هادوك الحبيبات الفيرميسيل ديال الشكلاط هادوك ديرهم ديجا في المجمد في الاخر عضفتهم باش ما يغروش ليا اللون ديال الحرشه ديالي في الوقت اللي بدات كترتاح يعني وهي كتشرب ياك عاد تبدا تكور بخليتها بحال بحال يا ديرها في الاخر يكون نظيف بحال بحال ماشي مشكل بالنسبه للتسناد انا كناخذ واحد البلاستيكه كندير فيها شويه السميده الرقيقه ديال الحلوه مع الكوك وكنبدا نكون ندير شويه زيت في يديك تكون تلصق الوتر ديال خاصها تكون تلصق في يدك تكون رطبه تلصق كنبدا نكور كلشي كنحطو في السينيه كنبدا غير كنهز بايدي هكا ديك الكره وكنديرها في ديك الميكه اللي فيها السميده والكوك صافي الميكه ديالي بحال كنطلع من هاد الجنب ونهبط من الجنب باش تاخذ الشكل كنغير باش بلا ما تبقى ديك بالمثل ديك الاطار ديال الاصابع في ديك الحرشه كندير غير الطريقه كنلوحها وكنبقى نهز الميكه نهز من اليمين هكا من الفوق بحال كنغربل من الفوق لتحت صافي كنبدا نهزها ونحطها في اللاطه اللاطه تكون مدهونه
بالزيت وتكون دير ورق 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 خلاطه شفتي غير صافي كندخلوها الا عند الفران كيشعل من فوق لتحت دير من فوق لتحت باش كتشقق والعافيه دائما تكون الفران سخون تكون مزيانه حيت ما يمكنش حنا نجهدوا الفران تقدر تحمل منك وما تشقق المهم الفران يكون سخون اللي عند الفوق لتحت دير انا عندي غير لتحت كنديرها ديريكت لتحت كنقص البوطاط تكون الحراره الفران سخون كنقص كتبان لي تشقق صافي هي كنطلع الفوق ملي كتطلع الفوق صافي كتبان لي تولي تحمر شويه من تحت مهبطه تحمر تحور راحك تجي زوينه هذه مناسبه للكوتين المذاق ديال اليوغول مع هذا كتجي رائعه ومع الكوز زوينه رطبه هذه يعطيك الصحه تبارك الله عليك سكينه بارك الله فيك شويه بلا الله يخطيك نمشيو ل بتاعت المشاكل يلا بارك الله فيك بالنسبه للطارت مشكوكه كما كنقولوا عندنا فيها جوج البيضات دائما تقشي الصاد ما كاين زعما شي حاجه مكلفه اي بصح فعلا اي ونوعوا بارك الله فيك جوج بيضات جوج ساشي تاع الفاني جوج خمارات ديال الحلوى قشره حامضه وغادي نديرو جوج معالق ديال الجزلان الا عندنا جزلان نديرو كاوكاو ولا لوز ولا اي حاجه اي اللي متوفر مهرمش اللي متوفر ما عندنا جزلان كتافي غير قشره الحامض كيعطي واحد القرمشه ملي كتكون تاكلي فيها كيعطيك واحد القرمشه وسط من هاد الطارت على شكل كيك وغادي نديرو كاس ديال الزيت وكاس تاع سنيده والدقيق ما حسب الخليط هي بحال عجينه الحلوى ولكن هذه ما تكونش مطلوقه بزاف كتكون شويه شاده راسها يعني عادي ما تكونش مش قاصحه باش ما تشققش لينا ما تكونش شاني جايه غادي ناخد الموز ديال الطارت اللي يكون مشنف عنده واحد الشكل من جناب وواحد الاطا واحد الطبيسي كيتهز من تحت اييه ديال الطارت اللي ما عندهاش تكتفي غير بواحد المول ديال الكبير ودير ليه واحد ورق طبخ باش يمكن ليها تهزها هذه بعدا اللي ما عندهاش هذه كناخد نكون ديجا دهناه دهناه في الزبده راه شاد الدقيق قبل ما كنخلط العجينه كنلوحو انا في الفريغو دائما الطريقه كنديرها في الكيك وكل شيء هذه كتفاداو ان الكيك او الطارت تلصق يعني كتكون هذيك الزبده شاده راسها مع الدقيق في الفريغو صافي كنجبدها كنديرها في هذه يدي ما كندوز من يدي لا والو كناخذ نص العجين كنجرسو بيدي في ذاك المول ديال الطارت مزيان ونطلع شويه مع الجناب وكنتقبها غير شي 4 ولا 5 تقبات هي اصلا ما كتنسقش بزاف كناخذ واحد المربع بالنسبه للشوشوه شوشوه اختياريه انا مهم كندير مربع ديال الشوكولاته داك ديال 100 غرام وملعقه ديال الكاكاو اللي عندها الشوكولات ديال الدهن ديرو انا علاش كندير الشوكولات مع الكاكاو بحال كنولي عندي الشوكولات ديال الدهن كينشف شويه داك الشوكولات ما كيبقاش سائل باش ما يطلعش ليا من داك العجين اللي غتبقى ليا الحكه من الفوق بالنسبه للحشوه اللي بغا يدير الكونفيتور فريز المشماش اللي بغا دير كريم كريم باتيسير اختياري انا كنديرها في الشوكولات عجبني في الشوكولات المهم دابا حنا كرسنا هذيك الكيك ديالنا درنا ليها كندوب الشوكولات اللي كندوبو كندير معاها معلقه ديال الكاكاو المر وكنخلط الكل وكندهن به بالمعلقه ديك الطارت اللي درس وكناخذ ديك العجينه اللي كنت حتى دابا كناخذ الشكاكه اللي وضحتها في الصوره في سناء وكنبدا نحك فوق من ديك الشكلاط وديك كنحك كنحس بالبصر اللي غطيتها كامله اييه بديك الحكاكه الغليظه ديك الحكاكه الغليظه ديال الحديد ولا ديال البلاستيك اييه اللي متوفر على كامل الا بقى لي شي طريفات كما درت انا كما وضحت في الصوره يمكن نقطع بشي قطعه وريضه نجي ندوزها ملي كطيب كتطيب نادر كنديرها شويه صافي كنديرها طيب كتجي زوينه في ثلاثه طيب كتجي تبارك الله طالعه غزاله ملي كنخرجها يمكن ندير لها خوطه في الشوكولات ولا باي حاجه من فوق ولا تغبر على الكاكاو وتخليها كدا هي اصلا ديالها مزيان راسو براسو اييه فعلا وكيف قلتي بالشوكولات كتجي مزيانه بكريم باتيسير مزيانه بالكونفيتور بالانواع ديالو ولا مره نديروها بحشوه مختلفه اييه اللي عندنا كل شيء كيجي فيها زوين صراحه كلهم كيجيو فيها مزيانين يعطيك الصحه تبارك الله عليك سكينه بارك الله فيك حبيبتي على خطيب شكرا لك بزاف على المشاركه ديالك ومرحبا بك في اي وقت ونتمنى المستمعات يكونوا سجلوا هاد الاقتراحات تحيتنا لك سكينه ام هبه اقتراحات كيف ما قالت اقتصاديين سهلين في متناول جميع السيدات نتمنى انكم يعني توجدوهم وخاصه هكا هادو اقتراحات بالنسبه للكوتي وكذلك شلاده اللي هي بمكونات بسيطه وبتزيين يعني كيفتح الشهيه فنتمنى ان تكون وصلتكم هاد الافكار ديال هاد الاقتراحات وتوجدوهم بالصحه والراحه ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرتنا المتنوعه وغادي نمشيو مباشره لجوج ديال الاقتراحات مناسبين للكوتيل بالنسبه للوليدات غادي نبداو بالكريب بالنسبه للكريب غادي نحتاجو في المقادير نص سيترو ديال الحليب جوج ديال البيضات كيس واحد من الفاني
ثلاثة الكيسان ديال الطحين فورس من نوع الجيد مغربلي مزيان، قبيصة ديال الملح، جوج المعالق كبار ديال السكر سنيدة، وجوج معالق كبار ديال الزبدة. هادو هما المقادير ديال الكريب. قلنا غادي نحتاجو نص سيترو ديال الحليب، جوج ديال البيضات، واحد كيس ديال الفاني بيض، ثلاثة الكيسان ديال الطحين فورس نعبرو بالكاس العنبة، قبيصة ديال الملحة، جوج المعالق كبار ديال السكر سنيدة، وجوج معالق كبار ديال الزبدة مدوبة. فغادي ناخدو الكاس ديال الخلاط الكهربائي وغادي نديرو فيه نص سيترو ديال الحليب، نزيدو عليه جوج ديال البيضات، نزيدو عليه كيس واحد من الفاني، ونطحنو هادشي ونزيدو يعني قبيصة ديال الملح، نضيفو جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، جوج معالق كبار ديال الزبدة مدوبة، ونديرو يعني ثلاثة الكيسان ديال الطحين فورس، ونطحنو هادشي كله مزيان في الكاس ديال الخلاط الكهربائي حتى يتخلط لينا مزيان، ومن بعد غادي نخويو في واحد الإناء غارق شوية، وغادي نغطيو ونخليو كيرتاح تقريبا واحد ربع ساعة، وهو كيرتاح ولا حتى نص ساعة ماشي مشكل، نخليو حتى كيرتاح مزيان، وديك الساعة مباشرة كناخدو المقلة اللي مكتلصقش اللي كنطيبو فيها البغرير أو الكخيب، وديك الساعة مباشرة كنهزو بالمغرفة نخلطو، ونبداو نهزو بالمغرفة. ممكن انه ناخذوا المقله ونمسحوها مزيان بالزبده مذوبه وعاد يعني نسخنوها، وديك الساعه كنبداو نهزوا هذا الخليط ديال الكريب وكنزلوهم. بغينا نديرو على الدوره ديال المقله بغينا نديروهم هكا صغيورين وكنخليوهم اللي كيطيبوا كنقلبهم الجهه الاخرى حتى كيطيبوا مزيان، يعني راه كيبان انهم كيبداو يديروا بحال الدوائر في الكريب. ومباشرة ديك الساعة كنخليوهم اللي طيبناها كنحطوها، اللي طيبناها كنحطوها، وديك الساعة في التزيين كان ممكن انه حتى نلويوهم على شكل مثلثات ونحطوهم في طبسيل، ونديرو زليفات صغيورين، وزليفة فيها مثلا الكريمة ديال الليمون، زليفة فيها مثلا كريمة الشوكولاتة ولا الشوكولاتة الدهن، وحدة مثلا زليفة نديرو فيها اي نوع الكونفيتور بغينا، المشمش ديال يعني ديال الفخيز على حسب شنو كيبغيو الوليدات، ونديروا واحد الزليفه صغيره فيها مثلا اما رقائق ديال اللوز اولا يعني الكاوكاو محمر ومهرمش، باش يعني كل واحد ما نفرضوش عليه واحد الحاجه اللي ما تيبغيهاش يعني في التزيين، كل واحد كيبدا يهز هذيك لا كريب او لا بانكيك وكيبدا يهز بالمعلقه يعني شنو اللي بغى، سواء شوكولات او لا كونفيتور او لا يرش بداكشي اللي بغى. فالطريقه سهله كيجي صراحة هاد لي كريب زوينين، يعني الوليدات كيبغيو هاد الأنواع ديال لي كريب كيف ما كانوا، لأنهم هما كيجيو رطبين كيجيو هشاش فدغيا كيتكالو يعني بسهولة. غادي نمشيو للاقتراح الثاني واللي هو بانكيك بالسميدة رقيقة، فيه جوج ديال البيضات، نص كاس ديال زيت المائدة، ثلاثة ديال الكيسان سميدة رقيقة، جوج كيسان ديال الحليب كنعبرو بالكاس العنبة، كيس واحد من الفاني، شوية ديال الملحة، جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، وجوج ديال الخمارات. غادي نعاود بالنسبة للبانكيك بسميدة رقيقة، فغادي نحتاجو فيه جوج بيضات، نص كاس ديال زيت المائدة زيت الرومية، ثلاثة ديال الكيسان ديال السميدة رقيقة، جوج كيسان ديال الحليب. هاد المقادير كنعبروهم بالكاس العنبة، الزيت والسميدة رقيقة والحليب، وقلنا جوج بيضات وساشي واحد ديال الفاني، قبيصة ديال الملح، جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، وجوج خمارات ديال الحلوه. بالنسبه للطريقه هو ناخذ دوك السوائل غادي نخلطهم هما الاولين واللي هي جوج ديال البيضات، نزيدو عليه نص كاس ديال الزيت، نزيدو جوج كيسان ديال الحليب، ونخلطو هاد السوائل مزيان، يعني اما نطحنوهم ولا نخلطوهم مزيان بالتراب اليدوي، وعاد ديك الساعه نبقاو نضيفو ديك السميده والخمارات والملحه والسنيده، يعني السوائل هما الاولين. فغادي نخلطو جوج ديال البيضات، نضيفو ليهم نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، نزيدو جوج كيسان ديال العنبه ديال الحليب. ملي نطحنو هادشي كله مزيان عاد ديك الساعه غادي نزيدو ثلاثه ديال الكيسان السميده رقيقه، وساشي ديال الفاني، وقبيصه ديال الملح، وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده. ومن بعد كنخلطو هادشي كله مزيان ملي كيطحن لينا وكيتخلط مزيان، سواء في الكاس ديال الخلاط الكهربائي اولا يعني بالتراب يعني الكهربائي العادي ولا التراب اليدوي على حسب اللي متوفر. صافي مباشره هذا ما نتسناوش يعني ترتاح مباشره، بغيتو تخليوه يرتاح واحد 3 ولا 4 ديال الدقائق ماشي مشكل، مهم خليوه يعني مباشره نسخنوا المقله اللي ما كتلصقش، وكنبداو نهزو هاد الخليط بالمغرفه وكنحطو كيف ما قلنا بغينا الدوره ديال المقله، يعني على حساب الكريب بغيناهم على الدوره ديال المقله، بغيناهم نديروهم صغيورين هاد لي بانكيك بحال كيف درنا في الكريب، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، اولا اختاروا المقله لانه المقله اللي ما كتلصقش فيها انواع، فيها الكبيره المتوسطه الصغيره، فديروا مثلا هذيك الصغيره
لانه حتى الدوره ديالها كتجي مزيانه، كتجي قد البغريره صغيره. فخذوا ديك المقله الصغيره وديك الساعه هي اللي يعني تبداو ديروا فيها لي بانكيك، كيجيو يعني قياس واحد ودوره واحده وكيجيو صغيرين ما تيجيوش كبار بزاف. وصافي كنفرغوا هذا الخليط كيف قلنا في المقله وكنخليوه حتى كيطيب. هو معروف يعني هو كيبدا بحال كيدير فقاعات، يعني كيبدا بحال كيطلع بحال كيتنفخ، ومباشره ملي كنشوفوا انه بدا كيتنفخ صافي كنعرفوا راه ديك الجهه راه طابت وكنقلبوها للجهه الاخرى. راه كنلقاو هاد لي بانكيك ملسين وكنلقاو يعني واحد الجهه كتكون كلها ذهبيه يعني كلها محمره. ومباشره بقاو غاديين حتى كنكملوا. وديك الساعه في التزيين فعلى حسب الاختيار ديالكم. وغير هو واحد النصيحه بالنسبه لهاد لي بانكيك بالسميده الرقيقه، راه على حسب يعني السميده لانه كاين فيها انواع كثيره يعني في السوق، فممكن على انه الا جاكم هذاك الخليط يعني عاقد، هذاك الخليط ملي طحنتوه بالسميده بكل شيء ملي طحنتوه وجالكم شويه عاقد، عندكم الحق تزيدوا غير شويه ديال الحليب، حليب سائل غادي تزيدوا غير شويه لانه على حسب النوعيه ديال السميد. بحال كيف كنديروا في الطحين راه نفس الطريقه، يعني ملي نخلطوا هذه المقادير كلها الا حسينا على انه الخليط خصو يجي يعني ثقيل ولكن ماشي بزاف، بحال شكل هو خليط بحال ديال البغرير ولكن ثقل منه واحد شويه. فالا لانه ثقيل يعني ثقيل راه غادي نخفوا غير بشويه ديال الحليب، لانه في المقادير درنا غير جوج كيسان ديال الحليب. فإلا شفتوا انه ملي خلطتوا هاد المقادير كلها وجاكم ثقيل ممكن تخفوا بشويه ديال الحليب، لانه كل على حسب السميده اللي درنا، على حسب الجوده ديالها، على حسب النوعيه، واش دغيا كتشرب دوك السوائل، واش كتعطل شويه. فهذا بانكيك بالسميده الرقيقه راه كيجي خفيف بزاف وتيبغيو الوليدات، واللي ممكن اننا نصايبوا هاد لي بانكيك وهاد لي كريب ونقدموهم للوليدات ديالنا بالصحه والراحه. لقنا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعه لحظات، وغادي تحضر معنا الدكتوره صابرين الشوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري، اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه، باش نتكلموا اليوم حول الزياده في الوزن السمنه عند الاطفال. يمكن لكم تواصلوا معنا وتجاوبوا يعني تعطيو التساؤلات ديالكم وتجاوب عليها. مشكوره جدا دكتورة صابرين. فيمكن لكم تواصلوا معنا من دابا شويه على 05 22 88 00 60 61 62. ما تنساوش نذكر كل المستمعات على انه بالنسبه للموقع لالا بلوس راه في حداك لالا بلوس راه كاين وصفات كثيره، لانه كتجي طلبات كثيره على شهيوات الوليدات بالتحديد، وشنو ممكن يديو معاهم للمدرسه او شنو ممكن يوجدوا لهم الكوتي، حتى انه بعض السيدات يعني كيحيروا اشنو غادي يوجدوا العشاء، يعني كل نهار كيفكروا شنو غادي يوجدوا العشاء. فيمكن لكم انكم دخلوا غير في انترنت غادي ديروا غير 3W يعني 3W.lalaplus.ma، يعني ديروا غير lalaplus.ma راه غادي يخرج لكم الموقع يعني لو سيت ديال لالابلوس تابع الميد راديو. غادي تمشيو مباشره هذاك الموقع الرسمي ديالنا لالابلوس، راه فيه بزاف ديال الفقرات كيف كنذكروا دائما بما فيهم حداك لالابلوس. يعني لو ركتوا على حداك لالابلوس فراه غادي تلقاو بحال دابا مثلا منزلين يعني دابا في الصفحه الاولى كاين مثلا طريقه تحضير هامبورغر بالصلصه ديالو بواحد الحشوه اللي هي بنينه بزاف. كاين كذلك واحد النوع ديال الشوكولات اللي هو كيتباع بالثمن واللي هو راقي، ويعني المستمعه مصوره فيديو بطريقه اللي هي سهله وفي متناول الجميع. كاين حريشات بيضه وحده، يعني بيضه وحده نصيبوا بها حريشات بمذاق مختلف. كاينه كذلك واحد الحلوه اقتصاديه غير بيضه وحده مصوره فيديو، ومشكورين كل المستمعات اللي تبارك الله عندهم قنوات ديالهم في يوتيوب واللي ما تيبخلوش على السيدات. كذلك كاين واحد الطرق اللي هي راقيه باش نقدموا يعني الماكولات هكا العائله والحباب والضياف. فكاين افكار كثيره لانه بزاف السيدات كيكون عندهم مثلا كيعرفوا تبارك الله يصيبوا اطباق وشيوات، ولكن ما تعرفوش مثلا انهم ينسقوا الطبلات ديالهم يقادوها غير بالموجود. فيمكن لكم انكم تدخلوا وتشوفوها، يعني كاين افكار كثيره انكم تعرفوا عليها من خلال الصور اللي كنزلوا لكم. كاين كذلك حلويات اللي هما بارده بلا فران، يعني بلاطو الحلوى بلا فران، هادشي غير في الصفحه الاولى. ما لمشيتوا للصفحه الثانيه يعني هادو هما اللي جداد دابا، فراه غادي تلقاو دي مادلين اللي ممكن تصيبوا من الوليدات، غادي تلقاو يعني طريقه تحضير تاكوس يعني ممكن انه نديروا العشاء تاكوس يعني غير بالبطبوط هو كيجي مزيان. حريشات عامرين هادي في الصفحه الثالثه، غادي تلقاو فطائر ديال البطاطا والدجاج، هادو ما كيطيبوش في الفران كيجيو زوينين حتى هما مناسبين للعشاء. كاين اكلات صحيه بالنسبه للحمية اولا اللي بغى ينقص الوزن اولا مثلا اللي بغى ياخذ شي حاجه خفيفه للعشاء. فكاين افكار كثيره، يكفي انكم تدخلوا الموقع لالابلوس.ما
وسيروا لحداك تلالا بلوس وركوا عليها. ملي غتوركوا عليها راه غادي تجيكم الصفحات من واحد حتى ل 241، وديك الساعه بداو تقلبوا الصفحه الاولى الصفحه الثانيه على حسب الاختيار ديالكم، شنو بغيتوا، واش بغيتوا كيك، واش بغيتوا يعني شنو توجدوا للضياف ديالكم، بغيتوا شنو توجدوا مثلا للكوتي الوليدات او للعشاء. كاين افكار كثيره حتى الفطور، فدخلوا راه غادي تلقاو هادو ارشيف كيبقاو يعني ممكن ترجعوا لهم السبت والحد، ممكن يعني في وسط الاسبوع، ممكن بشكل يومي يعني كل نهار تدخلوا وتصفحوا تلقاو يعني افكار كثيره، اقتراحات كثيره. فنتمنى تكون وصلتكم هذه الافكار ان شاء الله، ونتمنى انكم اللي تدخلوا الموقع لالا بلوس الا شفتوا شي حاجه ناقصه ومازال ما درجناهاش واللي هي كتخصكم يمكن لكم تواصلوا معنا هكذا باش نزيدوا يعني في اغناء هذاك الموقع ديال موقع لالا بلوس .ما. تحيه كبيره للمستمعه لطيفه الصالحي يعني تواصلت معي دابا كتبلغ لكم السلام وكتشكركم بزاف كلكم على كل المجهودات اللي كتقوموا بها. فغادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا وغادي نرجعوا رفقه الدكتوره صابرين الشتوي، كيف قلنا غادي نتكلموا اليوم على السمنه عند الاطفال، زياده في الوزن، غادي نعرفوا شنو هي الاسباب يعني، وكذلك غادي نوقفوا على شنو هي الاغذيه اللي مسموح بها ان الوليدات ياخذوها واللي ما كتزيدش في الوزن ديالهم، بالعكس كتزيد لهم قيمه وفيتامينات وكتساعدهم على الصحه ديالهم، وشنو هما الاغذيه اللي خاصنا الوليدات يمتنعوا عليها او اللي يتفاداوها قدر الامكان تفاديا للسمنه. غادي نعرفوا كذلك شنو هي الامراض اللي هي كتسبب لنا الزياده في الوزن، لانه كاين بعض الامراض اللي كيتسبوا كيكون الوليد عادي ولكن كيتزاد في الوزن ديالو نتيجه بعض الامراض او نتيجه بعض العلاجات. وفي نفس الوقت غادي نعرفوا مع الدكتوره شنو هما هاد الامراض اللي بسبب هذيك السمنه المفرطه او الزياده في الوزن عند الوليدات اللي ممكن ان تجي من وراها، تجي من وراها يعني امراض. فغادي نعرفوا معلومات كثيره طبيه، نتمنى انكم تكونوا في الاستماع. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج لامولاتي وبحضور الدكتورة صابرين الشتوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري، أخصائية في التغذية والحمية الصحية. أهلا بك دكتورة صابرين، مرحبا. أهلا بك سناء، أهلا بالمستمعين الكرام، وأهلا بميد غاديو. الله يبارك فيك. اليوم موضوعنا غادي نتكلموا حول السمنة ولا الزيادة في الوزن عند الأطفال، وكنعرفوا للأسف انتشرت في السنوات الأخيرة سمنة مفرطة وزيادة في الوزن عند الأطفال، واللي للأسف غادا في تزايد نتيجة بزاف ديال الإكراهات. كاين ربما أمراض، كاين إكراهات كثيرة هذه الحياة اليومية، كاين بزاف ديال السلوكات اللي ربما خاطئة واللي غادي نصحوها إن شاء الله معاك، واللي نتمنى أنه الوالدين وخاصة الأمهات بما أنهم اللي كينظموا يعني الأكل لوليداتهم، فنحاولوا إن شاء الله نعطيو معلومات كثيرة. قبل نبغيو نتكلموا على السمنة عند الأطفال، شنو كنقصدوا بها؟ ألوغ السمنة عند الأطفال هي زيادة في الأنسجة الدهنية في الجسم نسبة إلى السن ونسبة إلى الجنس. الوغ حنا كنعرفوا ولا بدينا كنعرفوا بان كان كالكوليو السمنه عند لي زادولت استنادا لمقياس كتله الجسم اللي هو البي ام اي البادي ماس اندكس اللي كيتسمى بالنسبه ديال كتله الجسم، يعني كناخذوا الوزن ديال الشخص ولا لا طاي ديال الشخص او كاري وكنلقاو واحد العبار. هادو بالنسبه لي زادولت. بالنسبه للوليدات الصغار فحنا ما كنعتمدوش على البي ام اي، مي كنعتمدوا على واحد لي غرافيك، يعني على واحد لي طابلو عندنا اللي هما على حسب الجنس وعلى حسب السن ديال الولد ولا البنيته اللي كنقدروا نعرفوا واش هما زايدين في الوزن ولا ناقصين. وسي كاين واحد المعادله اللي هي كنقبطوا العمق ديال الوليد وكنضربوه في زوج وكنزيدوا عليه 8، هذه باش الامهات تكون في الذهن ديالهم، يعني مثلا حتى اذا كانت خايفه بان الوليد ولا البنيته زايد في الوزن الوغ تقبط العمق ديال الوليد ولا البنيته ضربوا في زوج وزيد عليه 8. هذه بالنسبه من لي فالابل من الصغر حتى ل 13، من 13 الفوق كنبداو نحسبوا البي ام اي، يعني مؤشر الكتله، يعني كنبداو ناخذوا الوزن ناخذوا الطول او كاري وكنشوفوا واش داخل في هذيك الخانه. هذه باش نفرقوا بان المؤشر الكتله كيصلح لي زادولت يعني من 13 الفوق، وبان المعادله الاخرى كتصلح للوليدات اللي هما صغار. الوغ كيف ما قلت السمنه هي واحد الزياده في الانسجه اللي هي دهنيه، هي عباره عن اكتساب الشحم، يعني اكتساب الدهون، عباره عن تكاثر الخلايا الدهنيه. الوغ من هاد كلمه السمنه ولا السمنه
مشتقة واحد الكلمة باللغة العربية اللي هي السمانة، يعني هي سورتو المنطقة اللي كاينة بين لاكويس وبين لومولي، اللي هي سورتو عند الفتيات ولا عند النساء ملي كيتزاد الوزن فهذيك المنطقة اللي كتكون ولا لا بلوس دو كونسونطراسيون ديال لي زاديبوسيت، كتكون الدهون متلئين في ديك المكان. فوالا. وبالنسبة للمغربية باللغة المغربية ديالنا فهي مشتقة منها كلمة السمن، لأن هذاك السمن هو أكثر ما يكسب الوزن نظرا للملوحه ديالو نظرا للغشاس ديالو ديال المواد الدهنيه. قبل يعني وحنا يعني كيف ما قلتي فئات عمريه يعني اللي هي بالنسبه للاطفال، كاين دابا ملي كيكونوا وليدات مازالين صغيرين يعني رضع فما فوق يعني ما وصلوش ما كملوش عامين، الامهات بالتحديد كيبغيو يشوفوا ذاك الوليد اللي هو يعني منفوخ الا بغينا نقولوا زايد في الوزن، يعني حتى ديك يعني حتى تعودنا على انه راه هذاك الوليد اللي غليت شويه راه هو اللي بصحه جيده. الوغ افكتيمون دابا اللي رد هذه السمنه ظاهره شائعه في المجتمعات العربيه هو ان السمنه ديال الاطفال الرضع والصغار ولات مقبوله ولات محببه كشكل الطفل كيف ما قلتي، يعني ارتبط مظهر الطفل اللي كيكون مزيون بداك المنظر ديال الطفل اللي الوجيه ديالو كيكون ممتلئ، يعني كيكون شويه الحنيكات عامرين، وكنقولوا هادو هما علامات ولا مقياس ديال الصحه الجيده وديال الجمال. اور سي اون ايغور، لان اوتوماتيكمون الوزن يعني الزياده في الوزن ولا امتلاء في الوجه ما كيعنيش بان احنا في صحه جيده، كيف ما النحافه ولا الضعف ما كيعنيش بان احنا مرض. يعني مثلا انا وكابيني كيجيو عندي دي باسيون اللي نحاف، كنديروا لي بيلون داناليز، كنديروا لي زيكوغرافي، كنديروا كل شيء كنلقاهم في صحه جيده، وكيجيو عندنا اشخاص اللي هما زايدين في الوزن اللي كنلقاو عندهم بيان سور جميع العواقب ديال داء السكري والكوليسترول وارتفاع الضغط الدم. دونك خاص داك المقياس يتبدل شويه، سافي با دير كو ان بيبي عامر راه لي اون بون سونتي، بالعكس السمنه ديال الطفوله هي جد خطيره. علاش؟ لانها كتكونديسيوني سمنه الرشد خصوصا عند الفتيات، يعني ما كتلقاش شي بنيته صغيره يعني زايده في الوزن في الصغر غتولي نحيفه في الكبر. علاش؟ لان بدات الحياه ديالها بواحد لو كابيتال، واحد الراس المال ولا الكابيتال ديال الخلايا الدهنيه اللي هما زايدين، دونك بحال تهز معاها واحد الحمل اللي هو ثقيل عليها. واخا تكبر وتكون نحيفه ودير ريجيم اليمونتير ولا اون دايت يعني حميه متوازنه، النهار غتطلق شويه ولا غتاكل شويه، فديجا عندنا داك الراس المال ولا الكابيتال ديال الخلايا الدهنيه اللي دغيا غيتوالد وغيتكاثر، دونك غترجع اونكور اون فوا سمينه. فعلا كاين اسباب كثيره يعني وراء هاد السمنه ولا الزياده في الوزن، يعني حتى هاد الاكراهات ديال الحياه اليوميه على اساس انه مثلا الوليدات ما بقوش كيتمشاو ما بقوش كيخرجوا يعني الفضاءات انهم يلعبوا، كاين اللي يعني كاين كذلك الاكل ديال الوجبات السريعه اللي ولا اقبال كبير عليها بالنسبه للوليدات. قبل كان الوليدات كيخرجوا كيلعبوا، دابا ولا شويه يعني خوف من الشارع، شويه ديال الكسل، شويه ديال الخمول، دوك البلاي ستيشن يعني الاجهزه الالكترونيه اللي كيلعبوا بها، فما كتخليش واحد انه يلعب كره، يلعب مثلا كاشكاش، يعني يتمشى، يجري، يعني فبزاف ديال الامور، بالاضافه للتغذيه يعني الخاطئه، فكاين بزاف ديال السلوكات يعني اللي هي خاطئه اللي نتمنى انه ان شاء الله نوقفوا عليها اليوم وعاد نمشيو للتغذيه. الوغ كاين واحد الاسباب اللي هي مرضيه اون تيت دو ليست، يعني كاين الامراض ديال اضطرابات ديال الغدد الصماء، سورتو نقص هرمون الغده الدرقيه. يعني كاين وليدات صغار اللي كيتنفخوا واخا كيكونوا ما كياكلوش بزاف، ملي كنديروا التحاليل كنلقاو عندهم قصور ولا نقص هرمون الغده الدرقيه. كاين اوسي نقص هرمون النمو. كيفاش كيبان نقص هرمون النمو؟ كيبان على اثر مشكل في الغده النخاميه، ان الوليدات كيكونوا قصار ما كيطوالوش وما كيكونوا سمان. كاين اوسي زياده افراز الغده الكظريه واللي كتعمل بدورها على ظهور اضطرابات هرمونيه. دونك كاين هناك اسباب مرضيه، يعني خصنا نقلبوا ونفتشوا على اضطرابات ديال الغدد سواء درقيه سواء فوق كظريه سواء نخاميه. كاين العلاج بادويه الكورتيزون، يعني مثلا الوليدات اللي عندهم الهزم ولا اللي عندهم امراض جينيه يعني مالادي جينيتيك متوارثه، هذوك حتى هما لو فات كياخذوا لي كورتيكويد، سورتو لي كورتيكويد. لي كورتيكويد فهما كينفخوا دونك كيديروا واحد النوع من السمنه. وكاين الاستعداد الجيني للسمنه، يعني مثلا كتلقاي اسر ولا عائلات اللي كلهم عندهم مشكل ديال السمنه. غير هنا خصنا نركزوا بان واخا يكون عندنا استعداد وراثي للسمنه، يعني واخا تكون مثلا الام سمينه ولا الخالات ولا العمات، ضروري من وجود عوامل بيئيه. سافي دير كوا، يعني الا البنيته ولا الوليد كان كياكل تغذيه متوازنه وكان كيدير كيمارس رياضه،
فهو ما غيخضعش الوراثه، غينقص اموا من داك الوراثه، يعني ما نعلقوش هذيك السمنه صافي سبب وراثي ونعطيوها يعني الاكل وتزيد في الوزن. وي باسكو يعني كاين تدخل وراثي، ولكن ما كتحققش الوراثه بلا عوامل بيئيه، يعني بلا عوامل بيئيه ليس هناك يعني تحقيق للوراثه، خصنا نكونوا عارفينها. بيان سور كاين واحد الاسباب اللي ناتجه على سلوكيات خاطئه، مثلا كنعطيو الطفل اطعمه في فتره الرضاعه مع الحليب، يعني كاين لي مامون اللي شويه كيكونوا مزروبين كتقول لك نبداو لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير في 4 شهور الوغ كو نورمالمون هي 6 شهور، هي 6 شهور باش نتفاداو السمنه الحساسيه وباش نتفاداو الحساسيه. داكوغ، يعني ما نزربوش في هذه القضيه. كاين اوسي الوجبات السريعه، الوجبات الجاهزه، يعني مثلا كنمشيو كنختاروا اون سوليوشن فاسيل، يعني مثلا سامدي ديمونش ولا الويكاند بلاصه ما الام تبريباري زعما مانجي كتقول لك انا عيانه خدامه الاسبوع كله دونك اجي نخرجهم باش اون ميم طون يلعبوا اون ميم طون يتناولوا واحد الاطعمه اللي هي كتعجبهم. الوغ كو هاد لي فاست فود ولا لي جانك فود فهم غنيين بالسعرات الحراريه وما كتسمحش للطفل باش كينمو بواحد الشكل اللي هو صحي، لان فيهم مواد حافظه كيف ما قلنا، فيهم ماده جلوتامات الصوديوم اللي كدير فرط الحركه كما ذكرنا في حلقات سابقه. دونك هي ما كت يعني لو رون با سيرفيس ا سون انف. كاين اوسي اهمال تناول وجبه الفطور، ساشان كو الافطار هو اهم وجبه، علاش؟ لانها كتؤدي الى تحريك الميتابوليزم. الوغ الى لاحظنا فالوليدات اللي هما كيميلوا الى السمنه فهما وليدات ما كيفطروش ولا كيفطروا بواحد الكميه اللي هي قليله، داكشي علاش الميتابوليزم ديالهم ما كيحرقش ما كيخدمش من الصباح. داكو، وكنعاود نذكر واحد المثال قلته في واحد الحلقه السابقه، هو ان هذاك الرياضه اليابانيه ديال السومو اللي فيها الاشخاص اللي كيديروا ديك الرياضه هما معروفين بواحد الوزن اللي هو خيالي. الوغ كيفاش كياكلوهم؟ فهما كيجوعوهم حتى لجوج النهار ولا ثلاثه العشيه، وابتداء من ذاك الوقت كيبداو ياكلوا فيهم، صافي دير كيحرموهم من الافطار من داك فوالا من التمثيل الغذائي، ومني كيبداو يغديهم مع جوج ثلاثه كيغديهم بواحد الطريقه اللي هي اكسيسيف. نقدروا نشابهوها بالوليدات ديالنا، ان الوليد اللي غيخرج بلا فطور ولا اللي غيقول ماما غنفطر في ليكول غالبا ما غيفطرش في ليكول ولا غيشرب عرق يعني اون بواسون، فداك الوليد ملي غيبدا يتغدى غيتغدى بواحد الطريقه اللي هي شويه اكسيسيف، دونك يقدر يكون عرضه للسمنه. عندنا قله فترات النوم، الوغ متعارف عليه بان هرمون النمو كيتفرز بالليل، الوليدات ولا البنيتات اللي ما كينعسوش مزيان فهما عندهم ارتفاع هرمون النهم لا غريلين وانخفاض هرمون الشبع اللي هو لا ليبتين. يعني مثلا لو فات كو ما كينعش مزيان فهو الصباح اولا ما غيبغيش ياخذ ديك الفطور، ودوزيامون ملي غيجيه الجوع فهو غيبدا ياكل بواحد الطريقه اللي هي شويه انكونترولابل. يعني العكس، الوليدات الا نعسوا الا تعشوا بكري ونعسوا بكري كيفيقوا، يعني كيستافدوا من هذيك الساعات ديال النوم، وفي نفس الوقت كيفيقوا هما عندهم يعني لونفي دو مانجي باغيين ياكلوا باغيين يفطروا. علاش؟ لان ذاك هرمون لا غريلين اللي غيخليهم غيجوعوا فهو غيكون منظم، دونك غيفيق الوليد هو باغي كيفتش على الماكله. الوغ كاين اوسي اهمال ممارسه الرياضه، الوغ كيف ما قلتي ولا كيف ما ذكرتي فالوليدات ما بقاوش كيديروا ليزاكتيفيتي سبورتيف ولو توجور دوفون ان ايكران، دونك بحال لو سيرفو ديالهم شويه مغيب والحركيه ما بقاتش. دونك هذاك النسبه ولا التوازن اللي خصو يكون بين السعرات الحراريه اللي كنتناولوها واللي كنستهلكوها واللي كنخرجوها ما بقاش، الوغ كو نورمالمون قد ما استهلكنا ديال السعرات الحراريه خصنا نحاولوا نحرقوه اترافيغ اون اكتيفيتي كي سبورتيف. يعني الرياضه بالنسبه للوليدات يعني شي حاجه مهمه، كيف ما كيمشيو للمدرسه خصهم ضروري يمشيو الرياضه، وكل واحد على حسب يعني على حسب القدره ديالو، ممكن انه تكون غير جرده قدامنا وفوق ما يجيو من المدرسه ولا نص ساعه ولا ساعه مثلا يلعبوا فيهم بعد يطلعوا. ويعني كاين بزاف ديال الامور اللي ممكن اننا نديروها، ماشي بالضروره انه مثلا يتسجلوا مثلا، وعاد ديك الساعه بالاضافه لانه كاين بزاف ديال الانواع ديال الرياضه اللي هي مفيده بالنسبه للوليدات، لانه للاسف مع هذه السمنه اللي كنتكلموا عليها اليوم اللي كنشوفوا وليدات اللي عندهم مثلا 11 12 13 14 سنه وي. عندهم زياده مفرطه حتى انه كتبان مثلا الكرش يعني خارجه كيولي حتى لمستوى الصدر، يعني كبحال يعني افكتيما حنا نهضروا على مضاعفات السمنه عند الاطفال. رغم مضاعفات ولا مخاطر السمنه عند الاطفال فهي
عندها واحد الابعاد اللي بلوز امبورطونط اي بلو غراف كو لي ادولت. علاش؟ لان كيف ما قلتي هذاك الكرش اللي كتكبر بزاف ولا داك الصدر اللي كيكبر بزاف فهو كيدير واحد الضغط على الجهاز التنفسي. دونك كنلاحظوا بان هاد الوليدات اللي كيعانيو من السمنه عندهم مشاكل في التنفس، ما كيقدروش يبقاو يطلعوا الدروج ولا يديروا واحد المجهود اللي هو نورمال بالنسبه للوليدات. كاين ارتفاع ضغط الدم لان نظرا لكميه الدهون اللي كتزير على القلب، كاين زياده الكوليسترول. الوغ كاين واحد الابحاث اللي بينات بان الوليدات اللي عندهم السمنه فهما معرضين ل 50% من خطر تشحم الكبد، 25% من داء السكري، 50% من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، 30% تكون حصى المرارة، 40% لي زابني دو سومي. شنو هما لي زابني دو سومي؟ يعني الاختناق اثناء اثناء النوم والشخير بيان سور، لان داك الثقل بعض المرات كيكون عندهم حتى لو دوبل مونطون، يعني هذه المنطقه ديال الحنجره كتكون حتى هي كتعاني من التراكم الدهني. 30% ديال لي زوبيكا الوغ ديال التكيس المبيض عند الفتيات، لان كيف ما هضرنا في حلقه سابقه فالبنيتات اللي عندهم الدهون سورتو متمركزه في منطقه البطن فهما اللي كيديروا لنا تكيس المبايض، وبيان سور كتعيش حياتها كلها كتعاني من اضطرابات في الدوره الشهريه ومن اضطرابات في الخصوبه ومن مشاكل في يعني في لا غروسيس، يعني يعني كتعاني من هذا. يعني لو فات كو شوف معايا الاهميه ديال كلكو كيلو اونترو، يعني مثلا غير بعض الكيلوات اللي زيدين عند البنيته يقدروا يأثروا عليها مدى الحياه بالنسبه لحياتها، يعني كامراه. كاين اوسي 40% سندروم ميتابوليك ولا المتلازمه الايضيه اللي هي كيكون فيها ارتفاع لي تريغليسيريد الدهون الثلاثيه، ارتفاع الكوليسترول وارتفاع منطقه الخصر يعني المحيط ديال الخصر. وكاين 28% مشكل خشونه ديال الغضاريف وديال الارتروز، يعني هادو بالنسبه للمضاعفات ومخاطر السمنه عند الاطفال. دونك يعني بالنسبه لي انا سو دي شيفر كي سون امبورطون، يعني اللي خصنا فريمون نركزو فيهم ونردو لهم البال، لان يعني الا ما زيرنا شويه مع وليداتنا فحنايا ما كنعاونوهمش، بالعكس حنايا كنوجدوهم باش يديروا جميع المضاعفات. فعلا كيف ما قلتي لانه السمنه كتعطي هاد المضاعفات، يعني سواء يعني في وقت قصير ولا في وقت طويل كتعطي هاد الاعراض، وخاصه بحال دابا مثلا بين السلوكات الخاطئه وانه مثلا كاين بعض الوليدات يعني بعض الامهات تذوق مثلا بنتي ولا ولدي عز عليهم السقاطه وغيره مثلا، فكتر انه اي حاجه ما كترش لهم البال انه كيكون مثلا الشيبس فيهم ملحه مثلا الماكولات اللي يعني خارج يعني اللي كيتكلوا خارج الدار كتكون فيهم ملحه، حتى انه كتفاجئ الولد ديالها تيولي عنده طونسيون او ارتفاع الدم يعني كيف ما ذكرتي. فهذه يعني وكاين aussi واحد البعد اللي هو تري امبورطون سي البعد النفسي. الوغ انا شخصيا كطبيبه كيجيو عندي وليدات وكابيني اللي كيجيو كيبغيو يتبعوا لو ريجيم باش يضعفوا، ماشي حيت زايدين في الوزن نو استهزاء، يعني ديال الوليدات اللي معاهم. الوغ كيعانيو بزاف من السخريه ديال الوليدات اللي معاهم، استهزاء الوليدات اللي معاهم، ما كيبغوش يصاحبوهم لان كيقول لك زعما يعني حيت هما يسمان شويه دونك كيكونوا قلاله الحركه دونك الوليدات كيبعدوا منهم. كاين اللي كيخاف منه سورتو كو كتلقاي مثلا في نفس القسم كتلقاي وليد مثلا اللي تبارك الله طويل وفيه واحد 900 كيلو، وكتلقاي واحد الوليد اللي فيه 40-50 كيلو دونك ما كيبانش قبالته، او لا يكونوا كيلعبوا وهو ما يجريش معاهم بداو يضحكوا عليه. ففعلا وكتلقايهم يعني سبحان الله كتلقايهم مرهفي الحس، يعني دوك الوليدات يعني كتبدا تهضر معاه كيكون تري سنسيبل وكيبدا يبكي لان كيعاني من النظره اللي ما كترحمش. وكاين اوسي واحد يعني واحد الحويجه في الثقافه المغربيه اللي ام تي بو كديرونجي، يعني سا فيدير كو في الصغر كنبغوا الوليدات يكونوا عامرين، وكيقول لك مثلا في الاسره تبارك الله عليه زعما الحنيكات عامرين وصحيه حياته، ملي كيبدا يكبر فيغ 10 ans لاحظوا عليه علاش انت فيغ 9 ans 10 ans 11 ans ملي كيكون مثلا مناسبه عائليه جالس في الطبله كيبقاو يعني مقابلينه كيقولوا له انت باقي كتاكل، انت هو الاخر في الطبله نقسم الماكله، انت هو الاخر في الطبله كيحرجوه فعلا. لو سا سي ان بارادوكس.
ولا جينا نتكلموا يعني على مستوى يعني التغذيه يعني المسؤوليات ديال الوالدين وبالتحديد الامهات، لانه الا بغينا نقولوا لانه هذيك الصرامه ما بين انه توجد ليه اكل صحي وفي نفس الوقت تكون صارمه معاه مثلا الا مثلا ما بغاش ياكل، الا مثلا مشى لواحد السلوكات اللي هي خاطئه، هذه كتبقى المسؤوليه ديال الام. لانه انا غير وحنا كنتكلموا يعني واحد غير مثال واحد الام للبنيته ديالها مثلا ما كملتش عامين وكتقول لك انا ما بقاش عندي يعني اول ولاده ليها، وكتقول انا ما بقاش عندي الخطر باش انني غادي نعطي هذه المره وما تبغيش المره الثانيه المره الثالثه. فشنو كدير؟ في اي ماكله كتزيد لها الملحه، واي ماكله كتزيد لها السنيده يعني الحلاوه، يعني الحاجه اللي حلوه كتزيد السنيده والحاجه اللي مالحك يعني الحاجه مثلا حركه البيض او البطاطا كضطر دير فيها الملحه، كتقول لك لا راه بنتي كتذوق الملوحه والحلاوه. وي ولكن انا بالنسبه لي هذا خطر، باسكو هي شنو كدير؟ يعني كتوجد لبنيتها الارتفاع ضغط الدم وكتوجد لبنتها السكري. كاين واحد اللي بغينا نقول المسؤوليه ديال الامهات بالتحديد، يعني خاصه اللي كانوا بنيتات باقيين صغار وليدات باقيين صغار. افكتيمون كاين واحد الحاجه كي تري امبورطون الوغ الناس كيتزوجوا سي با بور فير دي انفون داكور، حيت حنايا شويه يعني التفكير اللي ام تي بو يعني بارتيكولي، يقول لك مثلا الناس غيتزوجوا بور فير دي زانفون. نو، الناس غيتزوجوا باش يعيشوا واحد الحياه اللي هي فيها واحد النوع من الاحترام، من الاحاسيس، من المحبه. الوغ با فورسيمون يعني نولدوا حيت تزوجنا، نو خاصنا نولدوا حيت غنبغيو نولدوا. اي دو مومون كو ولدنا وليدات خاصنا نتحملوا هاد الوليدات، لان الام ولا الاب سورتو الام، الام ماشي هي اللي كتحمل 9 شهور وكتولد، نو الام هي اللي كتربي. فعلا التربيه ما سهلاش. افكتيمون الام هي اللي كتربي. الوغ الا حملتي 9 شهور ولدتيها وابخي ما بقيتيش قاده بها، ماشي هذه هي معنى الامومه. باسكو الامومه سي واحد النعمه عطاها لنا الله سبحانه وتعالى اللي خصنا نعرفوا فريمون نقدروها. كيفي با دافوار دي زانفون يعني يفو اسفومي تحمل المسؤوليه، يعني نقولوا بان عينا ابخي ان ولا دو زون ولا تخوا زون اون با سو دغوا. علاش؟ منين حنا عارفين راسنا ما قادينش ما نولدوهمش. يعني انا كنحترم شخصيا الناس اللي كيقول لك انا يلا مكفي مع راسي ما غنقدرش نتحمل المسؤوليه ديال ان انفون، باسكو ان انفون راه كوميم يعني من الصغر ديالو حتى الكبر ديالو وانت مسؤول عليه، وهو ماشي ذنبو بانك انت بابا ولا ماما. دونك كنبداو سا اون ريبونس. قلت لي السيده يعني اول الولاده ديالها وكتقول لك زعما انا خصني ندير لها خاطرها، اوني با ديريجي بار لي زونفون، حنا اللي كنديريجيو نو زونفون باسكو هما الوليدات يعني كيجيو في هاد الدنيا يعني كوم اون باتا مود. هي فعلا كنشكلهم كيف بغينا، داكشي علاش خص في الصغار يعني الصغار كنشكلهم كيف ما بغينا. سي بور سا كو خاصنا نكونوا قدوه. سافو دير كوا؟ سافو دير ماشي انا غناكل ساندويتش. مثلا انا كتجي عندي واحد السيده اون باسيونت كتقول لي بان بنتي ملي كتدخل من الخدمه كتقول لها بنتها انا ما بغيتش نتعشى هاد العشاء، انا بغيت تجيب لي ساندويتش. كنقول لها ما يمكنش بنتها يلا عندها 6 زعما كومون على هاد التفكير. كتقول لي حيت باباها ملي كيكون جاي من الخدمه ما كيتعشاش معانا كيجيب معاه الساندويتش. دونك كيفاش بغيتي بنيتها كتشوف الاب ديالها ما كياكلش الماكله ديال الدار وكيجيب ان ساندويتش افيك فريت وبغيتها هي تشارك. هما الوليدات كيشوفوا الوالدين قدوه ديالهم يعني في داك السن الصغير كيشوفوا انه قدوه. افكتيمون كيشوفوا قدوه. داكشي علاش بغينا حنا كنتكلموا على الزياده في يعني هاد السمنه عند الاطفال. هذيك الثقافه الغذائيه خصها تكون عند الوالدين وخص تكون عند الامهات بالتحديد اللي هما كيحضروا اطباق الوليدات. افكتيمون وخصنا يعني كيف ما قلت الوليدات مسؤوليه، كيف خصنا نتحملوا هاد المسؤوليه نكونوا جديرين بها، يعني الا ما كناش عارفين الحاجه نسولوا عليها. دابا تبارك الله كلشي متوفر لمستوى الاعلام، يعني كاين كتب كاين انترنت فيها معلومات كاين اخصائيين راه الاشاره، فما بقاش مسموح انه الشخص يقول لك ما كنتش عارف. فعلا كلشي ولا متوفر يعني من حيث المعلومه. غادي نمشيو نبداو قبل ما ناخذ المكالمات الهاتفيه نبداو بشنو هي التغذيه باش نبداو اللي مسموح بها واللي خاصنا نمتنعوا عليها بالنسبه للاطفال. الوغ انا اولا غندوي على واحد الاساليب والطرق باش نعالجوا السمنه عند الاطفال داكور. اولا نبتعدوا على الصرامه، فو با ديفي فو با اتر دور يعني سيفير. علاش؟ حيت حنا ماشي دون ان كادر ديال التعليم ديال الاستاذ اللي الوالدين شكل فوالا الوالدين شكل اخر، وسورتو كل ممنوع مرغوب، يعني ماشي نقول له ما تاكلش هذه وهي كاينه في الدار. دونك الا كنا عندنا الوليد كيعاني من السمنه فخاص الاسره كلها تدخل معاه في نظام غذائي متوازن سواء محتاجين ولا ما محتاجينش. صافي دير ماشي غنشريو البيسكوي ونشريو لي شوكولا ونقول له هادو ديال خوتك، ولكن انت لا انت سمين غدير ريجيم داكو.
الوغ نحيدو تو سكي بيسكوي، يعني نتاجهو لي بيسكوي ميزون، يعني نصوبو دي بيسكوي يعني كومون دير ميزون، فوالا ماشي اندستريال. الوغ نحاولو ان الطفل يتعامل مع الحليب ومشتقات الحليب كانها اغذيه، يعني الحليب ماشي مشروب، الحليب فهو غذاء، يعني خصنا ضروري انسيستيو ان وليداتنا يتناولوا الحليب ومشتقات الحليب، يعني والاجبان بشكل يومي لانها ضروريه للنمو ديالو. كون جو دي حليب ومشتقات الحليب ما كنقولش المشروبات الحليب اللي فيهم الملونات، يعني كون سوا بيان كلير. كندوي دابا حليب بالشوكولات كاين اللي هو مصنع ماشي تاع صيف الدار، لا انا كندوي على الحليب ولا المشتقات الحليب، يعني الاجبان، يعني الرايب، اليوغورت، داكور. الوغ الوليد نحاولوا نعودوه من الصغر على لا يشرب العصائر المنزليه، وتبارك الله حنا عندنا جميع لي فخوي متوفرين، دونك نساعفو هكا عصائر مصايب محضره في الدار افكتيمون، ونساعفوه سواء كيبغي عصائر اباز دو لي ولا اباز دورانج، ماشي مشكل، المهم تكون عصائر طازجه. الوغ ما ندخلوش لي بواسون غازوز للدار، المشروبات الغازيه وي ما ندخلوهاش، ونحاولوا نعوضوه بالعصائر المنزليه. الو هذيك الطريقه ديال كناكلو وكندوزو هذيك سي اون كاتاستروف، ما كاينش، حنا ما مخلوقينش باش ناكلو، فوالا حنا ما مخلوقينش كناس، يعني كايتر هومان باش ناكلو ونبلعو وندوزو بان ليكيد نو. فعلا كاين شي وليدات الا مشاو على هذه الطريقه صافي كيولفوها، اي حاجه كلها خصو ولا بدا يشرب شي حاجه معاها يدوز بها افكتيمون، الوغ كو نو هادي سي 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 فو، يعني كنشربو قبل الاكل ولا بعد الاكل، ومني كنكونوا كناكلوا اون سو كونسونتر على داك الطبق اللي حنا حاطين فوالا افكتيمون. الوغ نولفوا وليداتنا يمضغوا بواحد الشكل جيد، ما يضربوش في الماكله، ياخذوا وقتهم في المضيغ افكتيمون. علاش؟ لان قد ما كلا الوليد بشويه قد ما داك احساس بالشبع غيوصل بشويه، حنا قلنا خص 20 دقيقه باش يوصلنا واحد الاحساس بالشبع. اوغ كنلاحظوا بان الناس ما كيدوزوش 20 دقيقه هما كيتناولوا الوجبه ديالهم، يعني 20 دقيقه كتلقاي السيده حطت فيها الطبله وكلا وجمعات الطبله وسالينا، سا سي اون ايغور. دونك ياكل بشويه، يمضغ بشويه، نحدو اوسي كميه الطعام في الوجبه الى عند الوليد اللي هو شويه سمين، يعني نحاولوا ما نحطوش الاكل كله في الطبله، يعني الاكل غيكون في الكويزين من غرفو في ديزاسيات. الوغ انا من محبي الاكل المغربي، دونك داك الغطار الواحد يعني لا غروند اسيات الوسط هذيك غزاله، ولكن ماشي في حالات الوليدات اللي هما سمان. علاش؟ باسكو ملي كنحطو داك الطاجين المغربي الوسط والوليد عنده مشكل ديال الوزن، فما كنقدروش نعرفوه بالضبط شحال كلا، ما يقدر ما يتحكمش مثلا في القياس ديالو، يعني ويزيد مثلا يتمادى في الماكله افكتيمون. الوغ نحاولوا نمشيو فيغ ان موديل بلوز اوكسيدونتال سورتو عند الوليدات اللي عندهم مشكل ديال الوزن، يعني نغرفوا له في الاسيت ديالو داكو، باش نعرفوا بالضبط شحال كلا ديال لي بروتيين وشحال كلا ديال الخضر وديال الفواكه. الوغ كنانسيستي اوسي اننا كنعطيو الوليد اغذيه غنيه بالالياف، يعني بحال لي فخوي، بحال لي ليغوم، بحال البقوليات. اوتر شوز كنمنعو عليه لو شوينغوم، لان الشوينغوم الشخص كيولف بان الفم ديالو كيعمل طيله الوقت، يعني الى اون تران دو ترافاي طول طون، يعني ملي كتقادلو هذاك العلكه ديالو فهو خصو ياكل، ولا ماكلاش خاصو العلكه يمتنع عليها. فوالا دونك سي اون كونتين. الا سمحتي بالنسبه مثلا الوليدات اللي عندهم زياده في الوزن اللي موضوعنا اليوم، حنا تعودنا على يعني المقبلات طبق رئيسي، وكنعرفوا على انه مقبل يعني مثلا اللي خدا شلاضه وعاد مثلا مشى للطبق الرئيسي، واش مسموح لانه مثلا يمشي ولا خصو ضروري يعني ما يكونوش بجوج مثلا؟ اه نو بالعكس، تيقول لك اللي زايد في الوزن ما خصوش يمشي في المقبلات عاد الطبق الرئيسي. نو سي الكونتخيغ، ماشي مشكل. الوغ جوستومون سي الكونتخيغ. علاش؟ الوغ هذاك لا سالاد اللي هي في الاول خطيره افكتيمون كنسميوها ابيتايزر، نورمالمون كتفتح الشهيه، يعني كتفتح الشهيه، ملي كتفتح الشهيه بواحد الطريقه اللي هي طبيعيه. بالعكس انا بالنسبه لي الشخص اللي كيعاني من سمنه فهو اكثر من الاخرين خصو ياخذ شليضه اوبليغاتوار. علاش؟ باش ياخذ الالياف الغذائيه ديالو، ياخذ لي فيبر، دونك يل فاكالي ان تي بو، ومن بعد يتبعها بالطبق الرئيسي، مي ما ياخذليش لي فخوي من بعد، لان كيف ما قلنا بعد الماكله مثلا ما ياخذش فخوي مباشره، بعد فخوي من بعد الاكل، لان كيما قلنا فلي فخوي مع الاكل مع البروتينات كيديروا واحد النوع من التخمر، دونك هو ديجا كيعاني من سمنه في كريشه، ما غنزيدوش داك البطن يمتال اكثر، يمتال اكثر. يعني اللي زيد في الوزن بالنسبه للوليدات الفواكه مثلا يا اما ياخذها في الفطور. انا بالنسبه لي ماشي الوليدات، انا بالنسبه لي طول الموند، الناس كلهم الفواكه كيتخادو
اما في الفطور اما سناك يعني مع 11 مثلا فوالا اما مع الربعات العشيه يعني بحال غوتي في الوقيته ديال غوتي اللي حنا متعودين على غوتي بشكل اخر خاص يعني نوع الفواكه ماشي مورا الماكله نو جامي اللي خدا مثلا قبل من الغداء مثلا ما خداش مع 11 وخدا قبل من الغداء ماشي مشكل قبل الغداء وي ولكن تسنى واحد ربع ساعه عادي تغدى واخا واخا غادي نكملوا ناخذوا المكالمات الهاتفيه اللي معنا ومن بعد نرجعوا لموضوعنا معنا غزلان من وجده الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله غزلان مرحبا دايرين لاباس الله يبارك فيك مرحبا الحمد لله كنشكركم بزاف نشكر نيتريسيونيست ديالنا بزاف مرحبا بغيت نسولها انا عندي بنتي عندها 4 سنين وسبع شهور وي وكتوزن 19.700 غرام داكو وي انا درت هاد الكالكي اللي قالت وخرجت لي خصك عندها 18 كيلو دابا لا هاد شحال كتوزن 19 كيلو 19 اييه لا الوغ 19 فوا 2 قلتي نديرو لاج فوا 2 وي كنزيدو 8 وي دونك غتكون 18 اليزي وي اليزي داكور اليزي وي ياك ودابا بغيت نعرف واش انا بنتي كتعتبر هنا سوغ بوا حيتاش ما عرفتش انا شحال كتكون الزياده في الكيلو واش بنتي عندها سوغ بوا ولا سي نورمال تكون زايده داك الكيلو ولا لا داكور الوغ شوف انا شنو قلت قلت بان كنعتمدوا على هذه المعادله داكور وكنعتمدوا على واحد لي غرافيك واحد لي طابلو عندنا كاطباء فيهم كاين طابلو ديال البنيتات وكاين طابلو ديال الوليدات على حسب الجسم الجنس وعلى حسب السن هو اللي عند البيدياتر ديالها وعلى حسب الطول البنيته شحال فيها ديال الطول لا والله ما الطول ما عرفتش ولكن طويله بسلامتها هي طويله شحال ابروكسيماتيفمون شحال تقريبا تكون ان متر تكون ان متر شي حاجه لا بيان سور غتكون ان متر شي حاجه لا ان متر با ولا بحال هكا حيت مازال ما هذه شحال ما هذه شحال ما عبرت لها الطول ولكن لو بوا انايا كنحس بها هي شويه عامره هنا في لي كويس داكوغ ملي ترجع بحال دابا عند البيدياتر حاولي انك يعني راه انت تعبرها وتشوف الوزن حاولي تسجليه باش يبقى عندك باسكو انا قلت لك هذه المعادله كنطبقوها يعني كنعبروا بحال انت لقيتي 18 داكوغ ولقيت 18 فوالا وكنحطوها في الجرافيك اللي مناسب للبنيته صافي داكوغ واه ميرسي شكرا بزاف حتى مشكل تبارك الله عليك ناخذوا معنا فوزيه من الرباط الو فوزية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يبارك فيك مرحبا دكتورة أختي بغيت نسول أنا عندي ولدي عنده 10 سنين وتوا عنده السمنة باينة فيه تبارك الله عرفتي الكريشة والصدر كنقيس لي صدر راه بحال فعلا وزايد في الوزن والماكلة كي قلتي بحال دابا خبز يبغي ياكل عز عليه الخبز هذا بغي ياكل هو جوج ما عنده حتى شي مشكل صحي ما كان تيتعالج من حتى شي حاجه قبل لا ما عنده حتى شي مشكل غير هاد السنوات شي هادي شي عامين الاخرى زاد في الوزن بزاف ما كيدير لا رياضه ما كي لا كنت دخلت لاصال قالت لا ما بغيتش نبقى فيه بغيت ندير الكره وهادي كي قلتي كيلعب مثلا خليه يخرج دابا مع الدراسه والسماع تعطيهم يدوفا ما يمكنش كيجي مع الخمسه صافي خاصو يحفظ خاصو ما يعني ما كنخليهش يخرج لا يلعب لا والو وصافي هكا ودابا كي قلتي والله العظيم البارحة تنقول لبابا خاصك تدخلوا لاصال هذا راه بزاف ولا مابقاش عاجبني لا طلع في الدروج كي قلتي كينهج كي قلتي لاصخ هذا بقى ينهج ما بانت في هذيك السمنه هو العام نيت في لابيسين داك الشيء كي قلتي بنات العائله كلشي كيقول لي وليتي غليظ عندك الكريشه عندك هذه واش عنده مشكل ديال لابواترين عنده مشكل لا بواترين الصدر ديالو عامر قالتها داكور الوغ واش كيكون الوغ خاصنا نحيدوا له بالنسبه لهذا الوليد اللي عنده مشكل لا بواترين خاصنا نحيدوا له اللحوم الحمراء داكور وتحيدي ليه توسكي مشروبات اللي فيها الحليب الكامل دونك نمشيو فيغ حليب ناقص يعني لايت لان الهرمونات اللي كاينين في مشتقات الحليب
واللي كاينين في اللحوم الحمراء هي اللي مسؤوله على ديك لا ريجيون ديال يعني تحيد ليه مثلا تحاول هاد الايام تحيد ليه اللحوم ولا كاين بدائل ديالها غنبقاو بلحوم بيضاء لحوم بيضاء اييه ولا اللحوم مثلا نيت الحمراء مثلا لحيدها بما فيهم يعني الكبده وكل شيء يعني كل شيء غيحيد اللحم الحمراء والكبده واخا يعني عوضها باللحوم بيضاء لحوم بيضاء وناخذوا الحليب نقص يعني نقص دسم يعني خفيف فوالا ونبعدوا على توسكي يعني فاست فود اللي فيهم ماده جلوتامات الصوديوم لان هي اللي كتخرج من دقات الصدر عند لي غارسون هذوك يعني اكثريه تيكونوا في المصنعات في العلب اللي كيكونوا يعني مصنعين في المشروبات ياك الغازيه وتيكون في الاكلات ديال الوجبات السريعه وحتى دوك لي صوص اللي تيخدم كيتشوب مايونيز وهذا يعني وكاين دابا تبارك الله دوك لي صوص ديال التاكوس وغيره اللي ولاو يعني تيدخلوا صوص وصوص باربيكيو هذو كلهم فيهم جلوتامات الصوديوم الوغ بالنسبه للسيده اللي اتصلت على قبل البنيته على حسب الجرافيك اللي عندي فايفكتيفمون الوغ البنيته زايده اونتر 1 كيلو 600 البنيته الاولى اللي عندها 4 سنين الوغ البنيته الاولى اللي عندها 4 سنين و7 شهور فهي زايده كيلو 600 الوغ ماشي شي حاجه قبيحه بالنسبه ل 4 سنين و7 شهور يعني بمجرد واحد التعديل بسيط ولكن ما خصوش تبقى هاد كيلو 600 لان كيلو 600 ا 4 ans اوتوماتيكمون ا 6 ans 7 ans ولا 8 ans غنوليو في 4 5 كيلو واخا من مزيان الام اللي تواصلت معنا وردت البال وحسبات يعني تبارك الله يعني كيجمع هاد المجهودات ديال الامهات الصراحه الوغ داكشي علاش كانسيستي باش ملي كنعطيوهم هاد المعادله او موان يعني سور لو شون الفا لا فير الفا لا كالكولي غتبان لي بان هي كلكو شوز وانا بالنسبه لي 18 ملي حطيتها فوق يعني سور لو غرافيك لقيت بان اوني سور 1 كيلو 6 واخا معنا زكيه من فاس الو زكيه الو السلام عليكم للا وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا مبروك للا تحيه شكر وتقدير لكم كاملين الله يبارك فيك بارك الله شكرا الوغ انا يمكن عندي سؤال معاكس لهذا الحلقه عندي البنيه عندها 14 عام ونص وي وهي كنت اكتشفت عندها ليبر تيغويد في 8 سنين داكور ليبر داكور ليبر وهي ضعيفه بزاف دكتوره سي نورمال الماكله بالكل ما تاكلش كيف ما شكلت لها الماكله كيف ما نوعتها لها ما عندهاش الغرض باش تاكل لي بارتيغويد داير لها عطيني مشاكل اخرى بالنسبه للنوم بالنسبه للميجاز ديالها ديما مقلقه وي بالنسبه للقلب وسي دقات القلب وي وي دقات القلب اون بليس عندها واحد الوجع كيدور لها في كرشها ما تيبغيش يحيد لها داكوغ الوغ واش كتعطيها الدواء ديال لي بارتيغويد انا كنت متبعه لها مع الدكتور ديال الهداد وي وبقات بقى انا تدريجيا بديك الكينه اللي تيعطيوها اللي كتبدا بالدي وي داكور حتى وصلنا نص حبه في النهار تري بيان وي ابخي درت التحليلات قال لي الامور مزيانه الحمد لله دونك غتزولها دونك حبسنا الكينه فوالا مي ابخي واحد العامين عاوتاني وليت حسيت بالبنت رجعوا لها ديك دوك الاعراض كاملين رجعوا لها انا غتعاود لها التحليله عاودت لها التحليلات يقولوا لي ماشي ايديال مي ما كاينش شي خطوره ما خصهاش الدواء ولكن دكتوره انت نشوف بنتي مازال الاعراض عندها واش عندك تحليله الاخرى الحيله الخادرتها هذه شي عام داكور الوغ انا ما كرهتكش تعاودي لي هاد التحليله داكور نفس التحليله وتصلي بيا في الحلقه المقبله شوف شنو التحاليل غدير غدير تي اس اش تي اس اش تي اس اش وغديري تي 4 وغديري نو نو الوغ جوستمون تي 3 لا ايتي ابوندوني مابقيناش كنديروها لان هي كتستخلص من تي 4 داكور واخا لله الوغ غدير لي واحد الحاجه مهمه لي زانتيكور انتي تيرويديان اسمع الله يجزيك بالخير واخا ماشي مشكل يلا سجلي الوغ انتي كور انتي كور انتي كور انتي تيرويديان انتي تيرويديان او انتي كور او انتي كور انتي تيروبيروكسيداز انتي تيروبيروكسيداز فوالا اربعه التحاليل تي اس اش تي 4 تي 4 داكور انتي كور T4 oui. ou anticorps antithyroïdien ou anticorps antithyroperoxydase. معناها alors TSH مرحبا TSH ou T4 من افرازات الغده الدرقيه هما اللي كيبينوا لنا واش كاين فرط الحركه ولا كاين خمول ولي زانتيكور من الاجسام المضاده كيبينوا لي واش هناك مرض مناعه ذاتيه اللي هو مسؤول على هذا الخلل اللي عندها باسكو اون جينيرال ليبرتيرويدي كتقاد يعني كنتبعوا الناس عامين 3 سنين بعد كتقاد كنزولوا الدواء دابا هي فهاد الحاله يعني رجعت نفس الحاله دونك خصهم نشوفوا خصهم نمشيو ان بو بلو بوسي اصل المشكل فين كاين فوالا خصهم نمشيو ان بو بلو بوسي اوتر شوز لي بيرتيرويدي كدير نحافه مفرطه ايفيكتيفمون كدير لي بالبيتاسيون لان هناك فرط ديال الحركه دونك لي زغمون ما مقادينش والبنيته نفسيا ما غتكونش مرتاحه دونك ضروري ما
نديروا هاد التحاليل ولا لقينا اي يعني اي حاجه ما مقداش نعطيوها الدواء باش شويه تحس براسها مزيانه. باسكو انا بالنسبه لي ليبرتيرويدي فهي اقبح من ليبو. داكور العموم لو سمحتي دكتوره ان شاء الله حتى الاسبوع المقبل غادي نبقاو مكملين في نفس الموضوع باش يعني لو كاين تساؤلات كثيره وكنظن انه ما يبقاش لنا الوقت باش ناخذوا كل المكالمات ومازال ما كملناش يعني في التغذيه. معنا لبنى من اكادير. معنا لبنى من اكادير. الو لبنى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بغيت نسولك على اختي بنت مع الدكتوره. ايه تفضلي. انا ما عنديش السمنه، انا عندي النحافه. النحافه مازال نديروا على شي حلقه ان شاء الله. وي تفضلي. الله يجزيك بخير. عندي وليد دابا طالع في 6 سنين. وي هو تقريبا دوك السنينات ديالو كلهم مهرسين. وي نومو ضعيف عصبي غير تيغوت حين جات بنيه من وراه وكاين وليد قبل من النوم. داكو. بغى الحاجه بزز خصك ديري ليه الخاطر، خصك تعطيني تحط الماكله لا واش كاين العصير، ما كاينش العصير انا ما غناكلش كاع. لي باتي بان لي تياكلهم الفرماج، الا فيهم فرماج بحال بيتزا شي حاجه، اما زعما شي حاجه اللي هي مرقه ولا اللي فيها الفائده تيتعكز عليها باش ياكلها. داكوغ. ولكن الغوات الغوات اللي علا ما عطيتيه الحاجه يبقى يغوت. دابا انا وحلت معاه في القرايه، عطيني هذه عاد نجلس نقرا لك. علاش اختي تتلعب؟ انا اختي تنوض نلعب معاها. ودابا انا بغيت نعرف واش اختي نشوف يعني شي طبيب على هذيك النحافه هكاك، انه ضعيف تيبان النمو ديالو شويه وكانت دارت لي كاع ملي جيتو. دابا هو تيكتب لي صال تيقول لي ماما راه ما حد الاستاذات ديال لي وانا جدا صعاب باش نكتب بها. داكوغ. واش السنينات ديالهم واش السنينات ديالهم مسوسين من غير مهرسين؟ كلهم مسوسين. السنة ما صحيحه. الوغ واش كنتي كترضعي واش كنتي كتعطيه الحليب ديال الفارماسي؟ لا درت ليه الرضاعه الطبيعيه عامين، غير انايا تناكل الحلاوه. فوالا داكوغ. دوزت لي وي انا دوزت ليه الحلاوه ولكن عامين رضعته كانت صحيحته زوينه. داكوغ. دابا ملي كبر تيبان لك يعني ضعيف، طالع مع الدروج تنقول لك تنسخف مع الدراري تنسخف، وصفير تتبان لك بحال هذيك الصفوريه. ولكن ما عمرني درت ليه تحاليل الاول. لا خصو التحاليل، لا خصو التحاليل اولا ديال فقر الدم. ايوا. وخصنا نشوف هذا الوليد واش كيجيو الحنيشات ولا ما كيجيوش. لا ما تيعانيش، لا 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 ما تيعانيش من الحنيشات، واخا ماشي زعما تقولي شي لا شي معاناه يقول لك الا كان شي حاجه غابره. انا جوستومون افكتيمون دوك خصنا نقلبوا على شي حاجه غابره. شي حاجه غابره اللي مسؤوله على هاد اللي مسؤوله على هاد النحافه اللي قلت لي دابا هاد القضيه ديال الكواط خلي ما عرفتش وين كيغوت بزاف. داكوغ. هو دابا الا دلعوا ليه شي حاجه ولا خصو يغوت كيف 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 ويزيد طيضحك شويه يبكي ويزيد صافي ويسكت ويعاود يدير. الوغ بالنسبه للاكل، انا بالنسبه للاكل كنفضل ديري واحد الطريقه اللي هي تجريبيه. مثلا لي بات ولي بيتزا ما نبقاوش نصوبوهم في الدار. ايه سافي دير كو كاين طويجن مغربي، كاين خضر، كاين شليضات، كاين فواكه. بغى ياكل مرحبا، ما بغاش ياكل غنخليوه تيقرصو الجوع وغيجي ياكل. انا الديسير تياكلو. وي. الانواع ديالو حطيه ليه ياكلو، ماشي الفاكهه بغى ياكلها. وتقول لي ماما عطاك غير شري لي الفاكهه، وان فوا الا بدات زعما الماكله مستمره كيبان لك وجهه بدا تيدير. غير يبات ما بغاش ديك الحاجه وما كلهاش صافي صبح الولد صفر. الوغ سافي دير كو الوليد كيعاني من سوء تغذيه، الا كان الا كلا شويه الوجيه كيتعاود سافي دير كو كيعاني من سوء تغذيه. مزيان اللي كيبغي الفواكه، مزيان اللي كيبغي الفواكه الجافه. يبغي ويبغي الحليب، شي الحليب اللي حطيتيه في الثلاجه ما تلقيهش. مزيان. يزع عليه بالطريقه، غير هو كي قلت لي تيبان لك سوء تغذيه، يعني اون فوا يحبس واحد المره ولا صافي ذاك الولد بان لك ذاك الشيء واش خاصو زعما شي. وي افكتيمون نديرو تحاليل ديال فقر الدم. داكو. ونديرو تحاليل ديال الغدد الدرقيه نشوفوا واش عندنا فرط الحركه، ونديرو سكون ابل ان بي اش او افيك كالسيمي. بي اش او افيك كالسيمي اللي هو تحليله ديال جميع الفيتامينات والاملاح المعدنيه. شوف فين عنده النقص باش نشوفوا فين عنده افكتيفمون النقص ونصلحوه. اييه الله يجازيك. وكيف ما قالت شويه ديال الصرامه بالنسبه للتغذيه كيف ما قالتي، ما تعوديش حاجه بحاجه. كاينه دابا قلت لك مشكله ديال الغيره، لانه هو دابا هذا الشيء منين جات البنت من وراه سي نورمال. لا سي نورمال. واحد المعاناه تنعاني معاه القرايه. قال لك لا علاش دابا انا كان هو في واحد الجروب وما كانوش صحابه، وقال لي ماما ما غنقراش تيبدلوني. النهار الاول والثاني ما بغاش يمشي، غير بدلته ولا تيمشي عادي وفرحان. علاش ماما كاينين صحابي اللي كنت قريت معاهم في لابتيت ولا موين كاينين معايا. حيت واقيلا الوغ بوتيتر هو كيحس براسو بوحدو، داك الشيء محتاج صحابو. بوحدو منين مشى لا سميتو صافي ولا تيمشي ولا تيقرا. قال لك ماما صافي انا عجبني دابا راه فين فيه صحابي، وهي المعلمه قالت لي لا هذاك اللي فيه صحابو راه فيه الشغب وداك الشيء. قلت لها اختي ما عندي ما ندير. الوغ شوف الشريفه، شوف حاول تشري له ان كادو داكوغ، وقول له راه اختك الصغيره اللي مشات معايا اللي عزلاتو لك.
كي ملي تندير هكا كواطي يفرح وتيبوس فوالا فوالا باقيين صغار فيكتيمون سي نورمال سي نورمال الغلبه اللي وليدات سي تري نورمال فيها تي يفرح بها وشويه يدور فيها غير ما تجيليش داكشي اللي بغا ولا تهزي شي حاجه يبقى يدور فيها وهذه بين الخوت حاجه عاديه داك التدافع بين الخوت شكرا لك بزاف شكرا لك بزاف على تواصلك معنا وغادي ناخذ مكالمه اخرى معنا امل من الدار البيضاء الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله امل مرحبا الله يبارك فيك الحمد لله دكتوره لاباس عليك الحمد لله الحمد لله دكتوره الله يخليك انا عندي مشكل مع راسي ماشي مع الله يجازيك بخير وخير شويه على الموضوع ماشي مشكل تفضل الله يخليك شكرا انا مشكلتي مع راسي انا ما كنزدش في الوزن وي يعني انا مزوجه هذه 4 سنين عندي بنيه عندها عامين وي الطول ديالي 1.68 وي والقوه ديالي 65 كيلو ولكن ما بينتش ليا حيت طويله ما بينتش ليا داكو وديكو انا بغيت نزيد شويه في الوزن على حسب المنطقه تقدر عندي شويه داك الشيء علاش زعما بغيت زعما شويه الدهون انه راك فهماني دكتور لا فهمناك فهمتك فهمتك واخا امل وما خليت ما درت دونك تناخذ زنجلان سوجا يعني الفاكهه اللوز قرقاع كلشي ولكن غير كنت بواحد الشهر ولا كنقطعو كنعاود نرجع يعني تنزل كيلو تنقص كيلو صافي الوغ واش انت كتحسي بشي حريق في الكريشه ديالك وي داكو واش كتحرق بحال استخفاض بحال فوالا سي سا الوغ واش كتعاني من الارق كتنعسي مزيان ولا ما كتنعسيش مزيان شويه مع بنتي كتديرني بالليل شويه دكتور يعني ما كنعس حتى وحده انا وكنفيق مع 8:30 دونك الوغ انا بالنسبه لي بوغ 1.68 كتوزني 65 كيلو مؤشر البي ام اي ديالك هو 23% داكوغ داكوغ اللي هو مؤشر صحي طبيعي غير انا فهمتك شنو كتقصدي بانك بغيتي تزادي فهمتي جي كومبري الوغ انا بالنسبه لي مازال مسموح لك بواحد 3 كيلو صحيا وطبيا مسموح لها 3 كيلو صافي ديغ كتوصل 68 الوغ لي دولور دو فونتر مع الانسومني هادو من ومن علامات القولون العصبي الوغ لو فات كو كتاكل يعني الزنجلان وكتاكل الصوجا اللي فيهم لي فيتو استروجين اللي هما الهرمونات الانثويه وما كتزادش لو فات كو عندها ارق وعندها الحرق في كريشه فهادو من علامات القولون العصبي الوغ ما يمكنش نزادو في الوزن الا ما كالميناش العصب ديال الجهاز الهضمي دونك انا بالنسبه ليا مع هادشي اللي كتاكل خص هاد الدواء ديال القولون العصبي باش نكالميو الجهاز الهضمي باش يقدر يمتص هادشي اللي كتاكلو باش تقدر تزاد هاد 3 كيلو واخا نكملوا في التغذيه لو سمحتي واكيد ان شاء الله الحلقه المقبله غادي تكون دائما حول السمنه عند الاطفال الوغ كيف ما قلنا كنانسيستيو على الرياضه يعني خصنا اون اكتيفيتي فيزيك كاينه واحد لا ريغل اللي فيها اللي سميتها 5 2 1 0 يعني اللي خص جميع الامهات يعقلوا عليها 5 2 1 0 شنو هي 5 معناها 5 خصنا خمسة الحصص ديال لي فروي ولي ليغوم بار جور اييه يعني خمسة ديال الفواكه يعني خمسة ديال الحصص مخلطة بين فواكه وخضر وخضر اييه داكوغ الوغ جوج ما خاصش الوليدات يدوزو أكثر من ساعتين قدام لا تيلي ولا الأيباد ولا البلاي ستيشن ديالهم كيلعبوا فيها ولا لورديناتور ديالهم واحد اون أور داكتيفيتي فيزيك بار جور رياضة ولا نشاط ولا لعب يعني المهم حيتحركوا افكتيمون زيرو هي زيرو بواسون غازوز زيرو صودا زيرو مواد حافظة صفر مواد حافظة صفر مشروبات غازية وي هذه هي الخطة ديال الأمهات 5 2 1 0 مزيان يعني 5 خصهم يركزوا على الخضر والفواكه 5 الحصص 5 ديال الحصص وي يعني يكونوا حاضرين في الغداء في الفطور يعني كل يعني مثلا يعني مثلا غنعطيوه اون بوم اون بواغ في النهار هما جوج الحصص مثلا غتصيب له طويجين بروكلي مثلا والبطاطا حلوه مثلا ها هما اربعه فوالا وفي العشاء مثلا ولا فوالا نزيدو ان اوتر ديسير ولا ناخذ ولا نديرو اون سالاد طوماتي ولا ليتو داكو الوغ كيف ما قلت لحد من تناول المشروبات الغازيه الوغ نكونوا قدوه لوليداتنا الوغ الفطور هو واحد الوجبه اللي هي تري امبورطون بيان سور الارضاع الوليدات رضاعه طبيعيه يعني خصنا الماكسيموم نحاولوا نرضعهم رضاعه طبيعيه تال 6 mois والالتزام بعدم اعطاء اي اطعمه صلبه في هذه الفتره
قبيله تكلمتي على انه خص الوليدات مثلا هي على العموم هي راه خاص كنا يعني مضغوا مزيان وخاصه بالنسبه للوليدات يمضغوا مزيان باش يهضموا ويعني يصرطوا الماكله مزيان ياخذوا وقتهم ولكن ملي كنتكلموا مثلا على بعض الا بغينا نقولوا بعض الامهات اللي كتفيق الحد في القد الصباح مثلا وكتقولي سربي سربي دغيا باش فطره ترونسبور غادي يجي ولا غادي يمشي فكيفاش غينضغ ولا في الغداء كذلك خاصو يجيوا مع 12 ما سالاتش باش انها والوليدات ملي كيجيو خصهم يكون الماكله صافي واجده ماشي تسنى واحد نص ساعه ساعه ولا دير خبيز فيه شي حاجه ولا سربي سربي راه جوج خاصك تمشي يعني راه كاين بعض الامور اللي خاص شويه تاني وتريوت واوتخ شوز مثلا الوليدات اللي كيمشيو كياكلوا في لاكونتين خاصنا نطلبوا من ليكول تعطينا البروغرام ديال لاكونتين ونسولوا وليداتنا واش داك البروغرام افكتيفمون ليكول متبعاه يعني كل نهار نسولوا الوليد ولا البنيته شنو تغديتي اي كاين في بعض الوقت الماكله اللي كتكون مثلا ماشي كلشي ولكن كاين البعض كيكون فيهم ديك الصودا افكتيفمون وديك الصودا راه كدير مشاكل كثيره هي اللي كدير السمنه لان راه الصودا مشتقه يعني من غلوتامات الصوديوم دوك الماده اللي كنقيلوا نهضروا نقولوا بان هي سبب الفرط في الحركه سبب البليزوبيكا سبب المشاكل دونك هذيك الصودا راه هي مشتقه منها بيان سور علاج السمنه كيتم بالتغذيه يعني وجبات متوازنه مع تقليل استهلاك الدهنيات والحركه الرياضيه الوغ كاين اوسي علاج السمنه السلوكي يعني سافودير خاصنا نطوروا القدرات ديال الطفل ما خصناش نعقدوا داك الوليد خاصنا نثقفوا الوليد يعني مثلا نقدروا نجلسوا معاه ونشوفوا ان دوكيومونتير على الاطفال اللي كيعانيوا من السمنة. من من السمنه الوغ خاص النشاط البدني الوغ بيان سور العمليات الجراحيه ماشي حل بالنسبه للاطفال وهي 99.99% فهي انتيردي بالنسبه للاطفال لان ماشي الحل هو نصغروا له المعده باسكو باقي هو في النمو دونك خصنا الحل هو الدايت الحل هو الريجيم وبيان سور كاينين مجموعه ديال لي كومبريمي لي ميديكامون اللي تا هما نظرا للاثار الجانبيه ديالهم ف ما كنعطيوهمش للاطفال باش كنشدوا لهم الشهيه دونك ممنوع نعطيوهم للاطفال باش نشدوا لهم الشهيه باغ كونطخ كاين يعني حيل كنستعملوهم مثلا كاس الماء ولا جوج كيسان الماء قبل من كل وجبه فهي كتسد شويه الشهيه اون بوم قبل من الغداء ولا قبل من العشاء فهي كتسد شويه الشهيه مي من غير مواد طبيعيه ممنوع نتبعوا ريجيم اليمونتير لي زونف الحلقه المقبله باذن الله ونتكلموا نيت على التغذيه والحميه الصحيه اللي ممكن يعني اطباق اللي ممكن انه الامهات يلتزموا بها وفي نفس الوقت البدائل ديال المشروبات الغازيه المشروبات اللي ممكن الوليدات يعني يشربوها وبالاضافه لانه نتواصلوا معكم وكنعتذر لانه كانت مكالمات كثيره بخصوص هذه الحلقه ولكن للاسف مابقاشنا الوقت شكرا لك بزاف دكتوره صابرين الشيوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه اليوم تكلمنا على الزياده في الوزن السمنه عند الاطفال اللي غادي نكملوها باذن الله حتى الخميس المقبل ان شاء الله غنتكلموا على نفس الموضوع ونجاوبوا على كل تساؤلاتكم شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع للبرنامج اللامولاتي لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج سميحه عشوبي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه نتمنى لكم صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم